مساء الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا وتستمر فرصة هطول الأمطار خاصة في المناطق الشمالية من المملكة وتمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى. تصل درجات الحرارة في العاصمة عمان هذه الليلة إلى 5 درجات مئوية، وكما ذكرنا أجواء غائمة جزئيا وفرصة لهطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة. درجات الحرارة الملموسة تصل إلى درجة واحدة، أما نسب الرطوبة تكون عالية وتصل إلى 96%. سرعة الرياح تصل إلى 21 كيلومتر في الساعة. انتقالا إلى توقعات الطقس ودرجات الحرارة لغد الأربعاء في المدن الأردنية، ونبدأ من المناطق الشمالية. تصل درجات الحرارة في المناطق الشمالية ابتداء من إربد تصل درجات الحرارة فيها 10 ليلا 5، عجلون 9 ليلا 4، جرش 9 ليلا 4، والمفرق 9 ليلا 4 درجات مئوية، وهناك فرصة لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق الشمالية. انتقالا إلى المناطق الوسطى، تصل درجات الحرارة في البلقاء نهارا 12 ليلا 7، مادبة 11 ليلا 5، بحر الميت 18 ليلا 12، وعمان 9 ليلا 6 درجات مئوية، أما زقاء 11 درجة مئوية نهارا و4 درجات مئوية ليلا، وأجواء غائمة جزئية ومستقرة، ولكن هناك فرصة أيضا لهطول زخات من الأمطار خاصة في المناطق الشمالية والوسطى كما ذكرنا سابقا. أما المناطق الجنوبية من المملكة 10 نهارا، الكرك 4 ليلا، الطفيل 11 نهارا 6 ليلا، الشراح 10 ليلا 6 درجات مئوية ليلا، والعقبة 21 درجة مئوية نهارا و13 ليلا الصغرى. معان العظمى تصل 14 مئوية نهارا و5 درجات مئوية عفوا ليلا. أما المناطق الشرقية من المملكة ونبدأ من الصفاوي 10 نهارا و5 درجات مئوية ليلا وأجواء شديدة البرودة، الأزرق 14 نهارا و5 درجات مئوية ليلا، أما في رويشت تصل درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية نهارا و5 درجات مئوية ليلا، وأجواء غالبا غائم، وهناك فرصة لهطول زخات الأمطار فقط في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء، ولكن بعد ذلك تستقر الأجواء وتكون أدفأ بقليل من الليالي السابقة. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.